ما هي تداعيات قرار الحوثيين منع تداول العملة الجديدة، وما طبيعة الصراع بين مركزين ماليين، ومن المستفيد ومن الخاسر في هذه المعادلة؟ كيف يمكن التخفيف من التبعات الإنسانية والاقتصادية لهذه القرارات؟ وهل يمكن تحييد الاقتصاد مع ميليشيا الحوثي؟ أهلا بكم. نهاية ديسمبر الفائت أصدر الحوثيون قرارا بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، على الرغم من أن بنك صنعاء لا يمتلك القدرة على تغطية احتياج السوق من السيولة النقدية، فقد كانت آخر طبعة حصل عليها في العام 2012، بينما يقدر عمر الورقة النقدية بسنة وستة أشهر. وترغم ميليشيا الحوثي السكان في مناطق سيطرتها على التعامل بفئات نقدية تالفة تم إخراجها من المخازن التي كانت تنتظر فيه عملية الإتلاف. ما هي الآثار المترتبة عن قرار كهذا على الاقتصاد الوطني وقيمة العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية؟ وكيف تمكن هذا القرار من خلق سوق سوداء جديدة لتبادل العملات وتسبب في رفع كلفة الحوالات الداخلية؟ وما هي الآثار التي سيتركها على الوضع الإنساني وقدرة التجار والمستوردين على الحصول على العملة الصعبة، وبالتالي قدرة المستهلكين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية؟ يعيش ملايين اليمنيين ظروفا اقتصادية خانقة بعد إصدار ميليشيا الحوثي قرارا بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وداهم مسلحون حوثيون محلات صرافة ومخازن تجار لمصادرة كميات من النقد المحلي بالطبعة الجديدة قبل أن تصدر سلطات الميليشيا تعميما بأن على المواطنين تسليم ما بحوزتهم من النقد الجديد إلى نقاط تم تحديدها ومبادلتها بعملة إلكترونية. قال البنك المركزي في عدن إنها غير شرعية، وأنه أي البنك الجهة الوحيدة المخولة بإصدار عملة إلكترونية. فريق الإصلاحات الاقتصادية قال إن طول أمد الحرب تسبب بتشكل حالة من الفوضى الاقتصادية، حيث تراجعت الكثير من مؤشرات الاقتصاد اليمني الذي أصيب بالانكماش الحاد بنسبة تقارب 40% مقارنة مع العام 2014. وأكد الفريق في ورقة تقدير موقف صدرت عنه مساء أمس إن قرار منع تداول الإصدار النقدي الجديد خطوة تقود إلى مضاعفة المعاناة التي يعيشها المواطن، لا سيما وأن اليمن يعتمد على احتياجاته من الغذاء والدواء من الخارج بنسبة تفوق 90% وبتكلفة تصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياً. فريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من قيادات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين، قال إن قرار منع تداول العملة الجديدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة أسعار السلع، وسيضطر التجار والمصنعون إلى شراء عملة صعبة بأسعار السوق السوداء، طالما وأن البنك في صنعاء غير قادر على تغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، كما سيؤدي إلى شحة في المخزون السلعي مع ما يمثله ذلك من مخاطر على الأمن الغذائي في ظل الأزمة القائمة. إذن أهلا بكم، تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، وأرحب بداية بضيفنا الأستاذ وحيد الفودعي، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المؤقتة عدن. أهلا بك أستاذ وحيد. كيف؟ وأيضا سينضم لاحقا إلينا في هذه الحلقة الأستاذ مصطفى النصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وأيضا الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من ماليزيا. أهلا بك أستاذ وحيد، أبدأ معك النقاش في هذه الحلقة. بداية تعليقك، وكيف تتابع قرار الحوثيين وتحديدا قرار البنك المركزي في صنعاء بمنع تداول والتعامل بالعملة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منذ قرار الحوثيين منع تداول الطبعة الحديثة من العملة الوطنية توالت المشاكل والأحداث والاختلالات الاقتصادية
الصوت ارجع. انت على الهواء استاذ وحيد وانا اسمعك بشكل واضح. واصل اسمعك بشكل واضح. الصوت ارجع لعندي. طيب استاذ وحيد سيتم تجاوز هذه الاشكاليه، يبدو ان هناك رجع في الصوت في الصدى في يرجع الى الصدى. طيب. الى عندي بامكانك تكمل استاذ وحيد. ساكمل ان شاء الله. تمام. طبعا توالت طيب ساعود لك استاذ وحيد الفودعي ضيفنا عبر الرقمنه الصناعيه من عدن، وارحب بضيفنا عبر الاستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي. اهلا بك استاذ مصطفى. طيب سينضم الينا ايضا لاحقا الاستاذ مصطفى نصر، ونذهب الى ماليزيا عبر رقم عبر السكايب ينضم الينا الاستاذ عبد الواحد العوبة الباحث الاقتصادي. اهلا بك استاذ عبد الواحد. اهلا وسهلا اخي سامي، مساءك سعيد. لو تحدثنا معك بداية حول يعني بشكل مباشر حول التبعات الإنسانية والاقتصادية للقرارات الخاصة بمنع تداول العملة وتحديدا من العملة الجديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء. والله هذا الموضوع طبعا أشبع بالتحليل والعرض من قبل المختصين ومن ولحقه الورقة التي تم تقديمها يوم أمس تقريبا والصادر عن فريق الإصلاحات الاقتصادية زي ما ذكرتهم مجموعة من الاقتصاديين والتجار وأصحاب الاختصاص تجمعوا مع بعض وقرروا أنهم يحللوا أو يقيموا الوضع والحالة الحاصلة واستعرضوا بشكل جيد ماهية المشكلة وتداعياتها سواء على المجال الإنساني أو في على الوضع الاقتصادي للبلد أو حتى على الوضع السياسي. فإحنا ممكن بس نستعرض مع بعض جزء أو مقتطفات من التقرير الذي أصدروها والورقة التي أصدروها عن بعض الآثار التي ترتبت أو تسبب منع الحوثيين من تداول العملة الجديدة. فمثل هذه التداعيات أو الآثار هي في الجانب الإنساني حرمان الكثير من المواطنين المدنيين من مرتباتهم الشهرية لأنه الحكومة الشرعية قررت عدم إرسال الرواتب الى من كانت ترسل اليهم في بعض القطاعات مثل القضاء والصحه وبعض الموظفين في محافظه الحدود بحكم انه البنوك والمصرفين مثل الكوريني وغيره من البنوك صرحوا بكل وضوح انهم غير قادرين على دفع المرتبات بسبب عدم وجود سيوله كافيه من العمله القديمه وعدم تمكنهم من الصرف بالعمله الجديده بسبب منع الحوثيين باستخدام العمله الجديده. هذا من جانب. طيب من جانب اخر تفضل اخي تفضل تفضل اكمل عبد الواحد. يعني من جانب اخر في عندك القرارات هذه ادت الى تراجع سعر الصرف اليمني نتيجة لانتقال كميات كبيرة من الفئات القديمة إلى المناطق الخاضعة لخطة الحوثي والعكس. فهذا أدى إلى حصول مضاربة للعملة المحلية بينها البين، وهذا الموضوع ظهر بشكل واضح أنه بيحصل تبادل ما بين العملة القديمة والعملة الجديدة. مثلا انت بتبدل الألف ريال الجديدة مقابل 800 واحيانا 700 ريال من العملة القديمة، وهذا الفارق بيذهب الى جيوب المستفيدين والمتنفذين داخل جماعة الحوثي. شيء اخر هو انه هذا عدم وجود السيولة سبب انه في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي حصول ناس كثير او عدم تمكن ناس كثيرين من الحصول على رواتبهم او بسبب
كثير من التجار لم يقدروا أن يحصلوا على إيرادات بسبب انخفاض معدلات الشراء وعدم تمكنهم بتصريف بضاعتهم والأشياء هذه. بخلاف ذلك هناك التحويلات القادمة من الخارج، وكثير من الأسر اليمنية تعتمد على ذويهم الموجودين خارج اليمن والذين يرسلوا حوالاتهم من خارج اليمن إلى مناطق صنعاء ومناطق الخاضعة للحوثي، فهؤلاء الناس أصبحوا غير قادرين على استلام حوالاتهم بسبب عدم وجود سيولة كافية أو عدم وجود عملات من العملة الجديدة أو منع العملة الجديدة، هو عدم وجود سيولة كافية من العملة القديمة ليستلم حوالاتهم. شيء آخر كذلك المنظمات المحلية أو عفوا المنظمات العاملة في المجال الإنساني أيضا أصبحت غير قادرة على أنها تشتري مساعدات أو أنها تقدم مساعدات نقدية للمستفيدين الذي كانوا يستلموا منهم. وكل هذا يعني هنا حصل انقطاع في الدورة النقدية وعدم وتوقف سريان النقدية بشكل طبيعي داخل البلد. طيب أنقل هذه النقطة والتأثير عبد الواحد فيما يخص تأثيرات هذا القرار على الدورة النقدية لضيفنا عبر الأقمار الصناعية من عدن الأستاذ وحيد الفوداعي. أستاذ وحيد أهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. هذه القرارات كيف أثرت على الدورة النقدية برأيك؟ طبعا لا زالت النتائج أو الآثار المترتبة من هذا القرار تتوالى، من ضمنها ما يتعلق باختلال التوازن في العرض النقدي. يعني الآن تركز العرض النقدي في مناطق سيطرة الشرعية فقط لا غير. هذا الأمر يؤدي إلى بتر الدورة النقدية، يعني لم تكن وخروج النقد من المسار الصحيح أو من القطاع المصرفي إلى المضاربين في العملة. نتيجة هذا القرار طبعا تسرب النقد كامل النقد بالذات من الطبعة الحديثة إلى مناطق سيطرة الشرعية. هذا الأمر طبعا أدى إلى اختلال في التوازن الاقتصادي ومنه العرض النقدي والسيولة النقدية. يعني مقابل زيادة في تدفق النقد أو العرض النقدي في مناطق سيطرة الحوثيين هناك صار مناطق سيطرة الشرعية هناك شحة في السيولة لدى مناطق سيطرة الحوثيين، مما أدى إلى رفع زيادة المضاربة في العملة وارتفاع سعر الصرف كما لاحظنا في الفترة الأخيرة وفوارق سعر الصرف أيضا ما بين صنعاء وعدن. طيب سنتحدث عن المضاربة، من مستفيد منها في هذه المضاربة والكلفة التي حصلت أيضا في الحوالة الداخلية وأمور أخرى أيضا هي تبعات لهذا القرار، لكن بعد أن نشرك معنا بالنقاش الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. صدرت لكم ورقة عنونت بقرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الشأن الاقتصادي في اليمن، ما هي الخلاصة وأبرز ما حملته هذه الورقة من مضامين؟ شكرا جزيلا. الورقة هي صادرة عن فريق الإصلاحات الاقتصادية، وهذا الفريق هو فريق مبادرة طوعية مكونة من رجال أعمال وخبراء اقتصاديين، وخلاصتها أنها نبهت أو تطرقت إلى التداعيات الكبيرة الناتجة عن مثل هذا القرار، قرار منع أو عدم التداول بالإصدار النقدي الجديد من العملة اليمنية، سواء كان على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الاقتصادي وكذلك على الصعيد السياسي. هناك تبعات كبيرة جدا لهذه الخطوة، وبدأت مؤشراتها فعلا تؤثر على الناس بشكل مباشر على الصعيد الإنساني في توقف مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين الذين كانوا يتسلمون مرتباتهم من الحكومة، أيضا ما يتعلق بزيادة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية، ونحن نعرف أن هناك نسبة كبيرة من المجتمع اليمني الآن تعتمد على مساعدات
المنظمات. أيضا كثير من النتائج السلبية المتعلقة بالسيولة والتي كانت بأيدي الناس ويتعاملون بها من العملة الجديدة، ووجدوا أنفسهم فجأة غير قادرين على أو غير قادرين على إنفاقها. كذلك أيضا حتى تكاليف الانتقال من للمواطنين للعلاج أو للتعليم، نحن نعرف أن الكثير ما زال ينتقل إلى صنعاء من مناطق أخرى، وبالتالي هو الآن بحاجة إلى شراء عملة قديمة مبادلتها بالعملة الجديدة وبالتالي بسعر أقل. يعني يكفي أن يكون السعر الآن وصل سعر 100,000 الريال من العملة الجديدة، تساوي تقريبا في حدود 78 من العملة القديمة، بمعنى أن هناك خلل واضح في قيمة العملة، وبالتالي هذا يخلق حالة من الاضطراب في عمل في النشاط الاقتصادي ككل، أثر على الاقتصاد. الآن الشركات في حالة من الشلل، القطاع الخاص في حالة من الذهول، يعني كيف يتصرف في هذه المسألة؟ الكثير من الديون التي موجودة في الأسواق غير قادر على استرجاعها، لأن معظم الناس لديهم العملة الجديدة وبالتالي غير قادرين على يعني على إعادة الأموال بالعملة القديمة، وبالتالي يعني هذه مشكلة كبيرة. القطاع الخاص يريد أن يشتري عملة دولار ويورو وسعودي أيضا للاستيراد، وبالتالي هو بحاجة لمبادلة هذه العملة بعملات أخرى. الإشكالية للأسف الشديد كبيرة جدا، وهذه الورقة ورقة تقدير الموقف شخصت هذه الحالة وهذه التداعيات بناء على الأرقام الموجودة في الواقع والأرقام الناتجة التي بدت واضحة في تأثيراتها السلبية، كما قلت إنسانيا واقتصاديا وسياسيا. وبالتالي كأرقام فيما يخص التأثيرات السلبية اليوم على الوضع الإنساني، ما هي الأرقام التي يمكن التركيز عليها ويمكن أن تضعنا أمامها أستاذ مصطفى كأرقام؟ أنا أشرت إلى الرقم الذي وصلت نسبة المبادلة فيه إلى مستوى خطير للغاية. نحن نعرف أن حوالي 76% من السكان في اليمن يعانون من انعدام غذائي حاد، أيضا وفقا لأحدث التصنيف المرحلي للأمن الغذائي الدولي يقدر أن 15 مليون نسمة 53% من السكان يعانون من انعدام غذائي حاد. تخيل أن هذه النسبة العالية جدا، يضاف لها أيضا كلفة تشغيلية لعملية التحويلات المالية. نسبة الآن وصلت نسبة أو تقريبا إلى حدود 15% إلى 10% نسبة كلفة التحويل فقط من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي. هذه لوحدها تضاعف الكلفة وتضاعف الأعباء على المواطنين. طيب سأعود لك أستاذ مصطفى كثير من نعم طيب سأعود لك وأذهب بهذه النقطة للأستاذ وحيد الفودعي. إذن المضاربة الحاصلة الآن في العملة وهذا التفاوت في سعر العملة يبدو أنه واحد من ملامح ونحن نبحث عن الهدف من هذا الإجراء. فالآن من المستفيد برأيك من هذه المضاربة، وهل يمكن إعادة الضبط والمراجعة والتحكم في هذه النقطة، أم ربما العملة تذهب إلى الأسوأ؟ نعم، سؤال وجيه. طبعا المستفيدين من هذا القرار هم بالدرجة الأولى الحوثيين بطريقتين. الطريقة الأولى بطريقة مباشرة، يعني بمجرد تحويل أو سحب العملة الطبعة الحديثة من العملة الوطنية، سيقوم الحوثيين بعد سحبها وتبديلها بنقد إلكتروني بالاستفادة منها، لأنه لا يمكن السلطات هذه أن تقوم بإتلافها أو مصادرتها المصادرة النهائية، بل ستقوم أو ستعمد على تسريبها أو تهريبها إلى مناطق سيطرة الشرعية، ومن ثم الاستفادة منها إما بالمضاربة في العملة أو طبعا هذه الطريقة المباشرة. الطريقة الأولى طريقة غير مباشرة، طبعا الطريقة الأولى طريقة مباشرة أنها تستفيد منها بشكل مباشر. الطريقة الثانية غير مباشرة أنها تعمل على
المضاربة بالعملة عن طريق وكلائها في مناطق سيطرة الشرعية، ومن ثم تعمل زعزعة في الاقتصاد وانهيار سعر الصرف. المستفيد الثاني طبعا قد ربما هم المضاربين في العملة بطريقة ما، سيعمدون على تهريب الأموال من صنعاء إلى طبعا الحديث إلى مناطق سيطرة الشرعية، ومن ثم سيعمدون على رفع أسعار الصرف. أيضا هناك القطاع المصرفي أيضا ربما يكون له جزء من الاستفادة، حيث مثلا رفع الحوالات، قيمة الحوالات أو عملة الحوالات لم يكن بالضرورة أن الرفع أو نسبة الرفع توازي الخسائر التي تلحق بالقطاع المصرفي جراء هذا القرار. عندما ترفع نسبة العمولة 10% على في كل 100,000 10,000 ريال، وتدعي أن هذا القرار هو ما هو إلا نتيجة أنك ستخسر مقابل توفير السيولة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين. إذا خلاصة المستفيدين هم الحوثيين ثم المضاربين بالعملة بالدرجة الثانية. ننتقل إلى موضوع آخر وهو مهم جدا ولم يتطرق، موضوع لماذا ارتفعت أيضا أسعار الحوالات، سنتناقش في هذه النقطة. أعود للأستاذ عبد الواحد العوبلي. أستاذ عبد الواحد، من خلال ما يحدث الآن، إذا ما حاولنا أن نفهم طبيعة الصراع بين مركزين ماليين، كيف يمكن فهم ذلك؟ هو واضح أنه الحوثيين كسلطة انقلاب يحاولوا أن يتمكرسوا بالمواطنين ويتخذوهم كدروع بشرية حتى في المجال الاقتصادي. لهذا كله أتصور أنهم يطمحون إلى أن يحصلون على اعتراف ولو جزئي بأن يكون لهم بنك خاص بهم يستطيعون عبره إصدار عملات، أو أيضا إصدار ما يسمى بالاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد من الخارج، وبالتالي هنا يكون عندهم استقلالية اقتصادية، مما سيؤدي بشكل طبيعي إلى انفصال اقتصادي داخل البلد الواحد، لأنه الطبيعي والمنطقي أن البلد الواحد يكون له بنك مركزي واحد هو المسؤول عن إدارة النقدية وإصدار العملات وإصدار الاعتمادات المستندية وتغطيتها في الخارج. لكن واضح أن الحوثيين بيعمدوا من عبر هذه الإجراءات إلى الوصول إلى مثل هذه النتيجة، وهذا بكل بساطة معناها انفصال اقتصادي قد يؤدي بعد فيما بعد إلى انفصال سياسي. طيب أستاذ مصطفى نصر، هذا القرار وهذه الإجراءات كيف تمكنت من خلق سوق سوداء جديدة فيما يخص تبادل العملات، وما علاقة ما حصل بارتفاع أسعار التحويلات الداخلية؟ بالتأكيد هذه ما حدث هو نتيجة مباشرة للقرار، لأنه من الطبيعي أن يلجأ شركات الصرافة وشبكات التحويل إلى موازنة في عملية الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة اختلال السعر بين مناطق جماعة الحوثي ومناطق الحكومة، وبالتالي بمجرد أن بدأ الناس في مناطق مثلا يتوافدون بشكل كبير ربما للمضاربة في العملة لإرسالها إلى صنعاء والعكس، حدث أنهم رفعوا بنفس النسبة قيمة التحويلات لكي يحدث نوع من التوازن، وبالتالي هذا الرفع في نسبة أو في رسوم التحويل هو الفارق في سعر العملة، وبالتالي هو نتيجة مباشرة لهذا القرار، لأنه الآن سعر الدولار سيكون أقل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مقابل أنه سيرتفع أكثر أو سينهار الريال اليمني وسيرتفع الدولار والسعودي والعملات الأخرى في مناطق سيطرة الحكومة بحكم وفرة العملة في هذه المناطق مقارنة بمناطق الأخرى. هذه كلها تداعيات لهذا القرار، والتداعيات السلبية الأخطر أيضا ستكون ليس فقط في المضاربة بالعملة، وأيضا التداعيات الأخطر هي في التوجه نحو
إصدار عملة جديدة وبالتالي خلق اقتصادين منفصلين قد يؤدي إلى تبعات أخرى يعني غير محسوبة. هذه كلها تستدعي أن يتم العدول عن هذا القرار، وبالتالي وضع سياسة نقدية متوافق عليها بالاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية مع كل الأطراف، يكون همها في الأساس هو المواطن اليمني وضمان عدم. هل ما زال هذا ممكن؟ هل ما زال هذا ممكن أستاذ مصطفى؟ كنا نتحدث عن تحييد الاقتصاد الفترة الماضية، الآن أصبحنا نتحدث عن مركزين ماليين داخل البلاد ويتم التلاعب بهما، هل ما زال هناك وقت ومجال للحديث عن خلق أو وضع سياسة جديدة والحياد الاقتصادي الذي كان يتم الحديث عنه؟ في تصوري أنه يظل الأمل موجود بأن يتم فعلا الوصول إلى نوع من الاتفاق في هذا الجانب، لأن الجميع يدفع الثمن. صحيح أن هناك تجار حرب ومنتفعين منهم هم المستفيدين الوحيدين من هكذا حالة، لكن أيضا يجب أن يكون هناك ضغط مجتمعي، أن يكون هناك ضغط إقليمي ودولي لوقف المتسببين بهذه الحالة أو بهذا التدهور الحاصل، وبالتالي ردع هذه الأطراف عن المقامرة باقتصاد الناس بحياة الناس، لأن هذا بكل تأكيد كما قلت يضع البلد أمام تحدي أو انهيارات. طيب أستاذ مصطفى، أريد أن أختم معك بهذه النقطة الأخيرة لأنك أنت مهتم ومتابع في الملف الاقتصادي تحديدا، تتحدث عن وجوب أن يكون هناك ضغط إقليمي ودولي من المؤسسات الدولية أيضا المالية، هل لمست أي ضغط مع هذه القرارات والإجراءات من قبل الحوثيين؟ هل بالتأكيد هناك أيضا، ونحن على اطلاع أن هناك اجتماع جرى أمس في عمان للمجموعة المعنية بالاقتصاد اليمني من الدول الكبرى، اللجنة خاصة في هذا الجانب. أيضا هذه الورقة التي تم إعدادها تم ترجمتها وبالتالي توصيلها لكل الأطراف الدولية المعنية، وهناك تحرك بالتأكيد دولي لهذه المسألة. مدى الاستجابة هذا سؤال يصعب الإجابة عليه حاليا، لكن أيضا يجب أن يكون هذا الملف في صلب اهتمام المنظمات والدول المعنية بعملية السلام في اليمن، لأنه لا يمكن الحديث عن مساعدة المواطنين في اليمن بمساعدات نقدية أو غيرها في الوقت الذي يتم مضاعفة المأساة عبر قرارات تضاعف المشكلة الاقتصادية وتزيد من حالة الجوع، بل تصل بالبلد إلى كارثة إنسانية قبل أي شيء آخر. هذا الملف في تصوري سيحظى بدعم قوي خلال المرحلة المقبلة، ولا بد من معالجة هذه المسألة. السير في نحو المجهول والمقابرة بحياة الناس أعتقد أنه سيكلف من يقوم به، والناس لم يعد يحتمل المزيد. أشكرك جزيلا أستاذ مصطفى نصر، نأمل ونتمنى أن يحدث ذلك. شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز دراسات والإعلام الاقتصادي. أعود لك أستاذ وحيد، اليوم هناك تفاوت كبير في أسعار صرف العملات الصعبة ما بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، نود أن نفهم لماذا هذا التلاعب في أسعار الصرف، وأيضا لماذا ارتفعت كلفة الحوالات الداخلية أيضا؟ طبعا أريد أن أتحدث في هذا الجانب من وجهة نظر اقتصادية بحتة ومن وجهة نظر متجردة. نبدأ في ارتفاع الحوالات. تحدث الأستاذ مصطفى نصر أن طبعا مبررين أساسيين وأنا معه في هذا الجانب. المبرر الأول وهو أن البنوك أو القطاع المصرفي البنوك والصرافين يخسر في سبيل توفير السيولة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، لذلك عمد على رفع تكلفة الحوالات أو عملة الحوالات. المبرر الآخر هو لمنع تضارب العملة المضاربين من العملة من استفادة من فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن. نعم، إنهما مبررين ربما قد يكون السبب الأساسي في رفع عملة الحوالات للبنوك والصرافين، ولكن السؤال لماذا البنوك والصرافين قاموا مباشرة برفع الحوالات بدون الرجوع إلى البنك المركزي؟ وأين دور البنك المركزي في هذا الجانب؟ وهل خسارة البنوك
في سبيل توفير السيولة النقدية في صنعاء توازي نسبة ارتفاع الحوالات؟ وهل كل المواطنين مضاربين في العملة حتى يتم رفع الحوالة ويمنع المضاربين في العملة؟ لذلك كان يجب على البنوك والصرافين أن ترجع إلى البنك المركزي، فأعتقد هذا خرق واضح للأعراف المصرفية والقوانين المحلية ذات الصلة بالقطاع المصرفي. كان الأولى من البنوك والصرافين أن تعود إلى البنك المركزي، المركز الرئيسي عدن، وتتفق معه على آلية لمعالجة هذه الإشكاليات. أما أن تتخذ عرف مصرفي دون أي ضوابط فهذا أعتقد أنه كارثة. طيب برأيك ما الذي يجعلها تتخذ هذه القرارات وهذا العرف كما وصفته دون الرجوع إلى البنك المركزي؟ وأين هو البنك المركزي؟ وأين هي المؤسسات النقدية المعنية بهذا الملف؟ أجبت على السؤال بنفسك، أين دور البنك المركزي؟ نعم، من المفترض أن البنك المركزي يراقب هذه الإجراءات أو هذه التصرفات من قبل القطاع المصرفي، وأن يدعو لاجتماعات وأن يعقد اجتماعات مع القطاع المصرفي ويضع الحلول المناسبة ويعالج هذه. أنا من وجهة نظري طبعا، وهذه وجهة نظر خاصة، أنه كان على البنوك أن تضغط على الحوثيين تمنع إصدار الحوالات أفضل من أن تتخذ هذا القرار. يعني كان على البنوك، أين دور البنوك والصرافين في الضغط على الحوثيين في التراجع عن هذا القرار؟ لا يوجد طيب. أي دور لهم. الموضوع الآخر، البنك المركزي أيضا ممثل بقطاع الرقابة، لا يوجد له أي دور يذكر في مراقبة البنوك والصرافين من خلال الضغط عليهم بالجلوس في على طاولة واحدة مع البنك المركزي والاتفاق على نقاط محددة لمعالجة هذه الإشكالية. موضوع آخر، موضوع وهذا هام جدا طبعا، وممكن ربما أول مرة تسمعوه، في موضوع فوارق سعر الصرف. نعم، لأسباب معينة وقد تحدث عنها الكثير وربما لا يمكن أن أكرره في هذه المداخلة، أن هناك فرق في سعر الصرف لأسباب كثيرة، أن هناك عرض نقدي كبير مقابل شحة في السيولة النقدية في صنعاء، ولكن الحوثيين الآن يتغنون، وهذا عمل فيها 10 خطوط، يعني يتغنون أنهم استطاعوا أن يخفضوا سعر الصرف في مناطق سيطرتهم. أقول وبنظرة اقتصادية، من الذي يتحمل فارق سعر الصرف؟ هل فارق سعر الصرف هذا أو انخفاض سعر الصرف هذا في صنعاء ينعكس إيجابا على سعر أو على أسعار السلع والخدمات؟ لا، أسعار السلع والخدمات هو تتأثر بسعر الصرف في مناطق السيطرة الشرعية لعدة أسباب. أن سعر الصرف في صنعاء هو فقط من أجل توفير السيولة النقدية لدفع المرتبات للمصاريف التشغيلية للقطاع التجاري والقطاع البنوك لدفع الحوالات. تخيل أخي العزيز أن بعض يعني القطاع المصرفي وشركات التجارية تشتري دولار من فين؟ من مناطق سيطرة الحكومة، وتقوم ببيعه في مناطق سيطرة من الحوثيين. لماذا؟ لغرض توفير سيولة نقدية من الأوراق النقدية من الطبعة الحديثة لدفع مرتبات لمصاريف تشغيل وما شابه ذلك. طيب، هذا الفارق طالما والشركة تخسر، يعني من بيتحمله؟ ستقوم بشكل غير مباشر الشركة أو القطاع التجاري برفع تكلفة خدماته وتكلفة سلعه على إيش؟ على المواطن. إذن الضحية هو المواطن. لا يقول الحوثي أنه انخفض سعر الصرف خالص. سعر الصرف الحقيقي هو سعر الصرف الموجود في مناطق السيطرة الشرعية الذي بموجبه يتم استيراد السلع واستيراد كافة واردات الدولة. طيب، أستاذ عبد الواحد، من المظاهر الأزمة الحالية الآن هو التفاوت والارتفاع والنقص في قيمة الصرف العملات الصعبة وأيضا ارتفاع سعر الحوالات. أود أن أستمع إلى تعليقك في هذه النقطة. هو التفاوت في سعر الصرف طبيعي بسبب انه انت عندك في مناطق الحوثيين لا يوجد سيوله من او لا يوجد عرض نقدي من العمله المحليه، وبالتالي ما فيش ما يسمى ايش طلب على العمله، ما يسمى كميه من النقد كافيه لشراء العملات الاجنبيه، وبالتالي العرض هنا والطلب داخلين في منافسة، بخلاف الوضع في المناطق الشرعية اللي هناك بتوفر
كثير من السيوله النقديه من العمله المحليه امام العمله الجنوبيه، وبالتالي هنا العمله الجنوبيه الدولار او السعودي اسعارهم بتكون زياده عن مناطق الحوثي اللي اصلا ما فيهاش نقديه او ما فيهاش عمله محليه عشان الناس يشتروا بها عملات اجنبيه، واصلا ما فيش ايرادات تحصل بسبب انه الحكومه لم تدفع الرواتب، فبالتالي كميه كبيره من النقديه لم تصل الى مناطق الحوثيين، وبالتالي حصلت مشكلة في مستويات العرض من العملة المحلية، فهذا طبيعي وأتصور أنه وضع مؤقت لن يستمر، خصوصا مع استمرار معاناة الناس بالعملة من التعامل بالعملة القديمة، لأنه في مشكلة واضحة أمامنا أنه العملة القديمة غير متوفرة، والإضافة إلى أنها غير متوفرة هي اصلا ثالثه، يعني احنا ممكن نقول ما بين 80 الى 90% من العمله القديمه اصلا ثالثه وغير صالحه للاستخدام. فهذه هي المشكله، هذا الموضوع بياخذ الامور نحو انه العملات ان الناس تبدا تستخدم العملات الاجنبيه الريال السعودي والدولار في تعاملاتهم اليوميه، وبالفعل هذا اللي حاصل، انت الان تستاجر بيتك بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي، المشتريات المعدات والأجهزة كلها بالعملة الأجنبية، حيبدأوا الناس يدخلوا السوبر ماركت أو يذهبوا للأسواق ويتسوقوا ويدفعوا بالعملات الأجنبية، لأنه لا مشكلة في العملات الأجنبية، يعني إحنا في عندنا فارق في أسعار قيمة العملة المحلية داخل البلد ما بين المناطق الحوثية والمناطق الشرعية، لكن فيها فوارق في سعر الصرف، لكن في كمان مشاكل في التحويل، يعني رسوم عالية على التحويل من المناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين، لكن أنت لو بتحول سعودي طبيعي، لو بتحول دولار ما فيش أي مشكلة، فهذا حيجبر الناس أنهم يتحولوا إلى التعامل بالعملات الأجنبية وترك العملات المحلية جانبا، ولا احد يرفض العملات، لا مشكله نهائيا بالتعامل مع العملات الاجنبيه، ولا احد يرفضها ولا احد يقول لها لا، يعني طيب عبد الواحد تتجه بهذا الاتجاه. طيب الان هدف انه البحث عن فرص وحلول للتخفيف من هذه التبعات على المواطنين، هناك الحديث عن تحييد الاقتصاد، موضوعيه الحديث عن هذا الموضوع هل ما زال ممكن؟ وهل ما زال هناك مجال؟ هو شوف الورقة التي أصدرت من قبل مجموعة الاقتصاديين على الرغم الجهد الذي بذل في توصيف الحالة، لكن هم لم يطرحوا حلول عملية وأدوات تكون قابلة للتطبيق، كل اللي ذكروا أنه يحصل تحييد الاقتصاد وهذا كلام مطاط وهلامي وغير عملي، يعني انت بتتكلم على تحييد اقتصاد تتعامل فيه مع ميليشيا لا يهمها اي شيء غير مصالحها الشخصيه التي تخدم اجنداتها وتخدم اهدافها، بخلاف ذلك اصلا يعني ذكر الاخ الفوضعي انه اي دور البنك المركزي، البنك البلد او البنك المركزي غير قادر على السيطره على الصرافين، لانه الصرافين هم جزء من الاقتصاد الموازي اللي بيسيطر على 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 الوضع في داخل البلد، يعني والصرافين هؤلاء ليسوا تكتل محكوم، يعني كل واحد بيتصرف وفقا لمصلحته الشخصيه، يعني مش حتى ما ليس هناك جهه تحكم الصرافين او تقدر ان انت تتخاطب مع كل الصرافين، كلهم يعني الموضوع كله خاضع لآليات السوق من عرض وطلب، وبالتالي حتى البنك المركزي في عدن لن يستطيع التحكم بهؤلاء الصرافين ويتحكم يقدر انه يفرض قراراته او يفرض عقوبات معينه على شركات الصرافه او على البنوك في ظل اقتصاد موازي بحاصل حاليا. ما حصلش اي مقترحات لحلول عمليه ممكن انها توصل هذه المشكله الى حل
سواء على المستوى القريب او المستوى البعيد. ربما هي ليست مهمتهم، يعني ربما هم سعوا انهم يشخصوا الحاله اكثر. اشكرك استاذ عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من كوالالمبور، شكرا جزيلا لك. واعود بهذه النقطه نختم بها مع الاستاذ وحيد الفودعي. اذا البنك المركزي لا يستطيع ان يفرض قراراته كما يقول الاستاذ عبد الواحد على الصرافين وعلى ويفرض اليات ربما للتخفيف من هذه المعاناه. ايضا عن اي تحييد للاقتصاد يمكن الحديث عنه مع ميليشيا ربما هدفها الاقتصاد التربح اكثر واكثر في استمرار هذه الحرب. بالتالي هل الحديث عن تحييد الاقتصاد ممكن؟ وايضا ما سر الصمت من قبل المؤسسات الدوليه النقديه والماليه المعنيه والمهتمه بالملف اليمني؟ مع ان الاستاذ مصطفى نصر كان اشار انه بالامس كان هناك اجتماع ربما في العاصمه الاردنيه عمان. الصوت استاذ وحيد تسمعني؟ تسمعني استاذ وحيد؟ يبدو اننا نعاني من تفاوت في اسعار الصرف وايضا في مستوى الصوت ما بين اطلاقا. انما اريد ان اكمل الفكره السابقه ما تحدثت به او تفضلت به سابقا، تفضل. وهو ان سعر الصرف في صراع غير حقيقي او غير لا ينعكس سلبا ايجابا على اسعار الخدمات، وانما بالعكس هو في الاخر نعم انا لا اسمعك استاذ سامي للاسف خالص. اذا اردت ان اكمل لك الفكره السابقه يمكن اكمل. انا اشوفك الان من خلال شاشه التلفزيون فقط لا غير، لكن الصوت عندي غير موجود خالص. اذا اردت ان اكمل الفكره فاقول لك ان سعر الصرف في صنعاء غير حقيقي، او سعر الصرف في صنعاء لا ينعكس ايجابا على اسعار الخدمات السلع والخدمات، بل بالعكس ان انخفاض السعر في صنعاء هو تكلفه يتحمله المواطن بسبب قرار الحوثي، وهو احد النتائج الكارثيه التي ادت الى اختلال في توازن العرض النقدي واختلال في العرض النقدي والسيوله النقديه، وادت الى كوارث اقتصاديه لا يحمد عقباها، وستتوالى الكوارث الاقتصاديه اذا لم يعني يتخذ البنك المركزي عدن والحكومة الشرعية القرار المناسب أو الإجراءات المناسبة للحد من تداعيات أو الآثار الكارثية لهذا القرار. أشكرك جزيلا أستاذ وحيد الفودعي الباحث في المحل الاقتصادي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من العاصمة المؤقتة عدن. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة في برنامج المساء اليمني، مصطفى نصر رئيس مركز دراسة الإعلام الاقتصادي، وأيضا عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي كان معنا من ماليزيا. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم في حلقة قادمة السبت في أمان الله.